صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قال عز من قال في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عظم الله لنا ولكم الأجر بمصابنا بنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المشمولين بشفاعته. ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإنسان المسلم؟ وماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأمة الإسلامية؟ فهل يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإنسان المسلم وللأمة الإسلامية أنه شخص جاء من قبل الله وقد أدى تكليفه ورسالته وانتهت علاقتنا به بانتهاء حياته الظاهرية؟ إذا كنا نتصور أن علاقة الإنسان المسلم والأمة الإسلامية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضمن هذا التصور، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء بتكليف من قبل الله سبحانه وتعالى، فقد أدى هذه المهمة وارتحل من حياة الدنيا، انتهت حياته الظاهرية، وعندها نقف. فعند ذلك لا شك أن هذا التصور لعلاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوف يؤثر على ارتباطنا به صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ضعف ارتباطنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انعكس هذا الضعف في علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جميع مناحي حياتنا. جميع مناحي حياتنا سوف تصاب بالخلل عندما نتصور أن علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنتهي بانتهاء حياته الظاهرية. وهذا السؤال: ماذا يعني لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وماذا يعني للأمة الإسلامية؟ سؤال مهم جدا يجب أن يطرحه المسلم على نفسه، ويجب أن تطرحه الأمة الإسلامية على نفسها. هذا تساؤل مهم جدا، لأن بمدى علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة صحيحة، هذه العلاقة الصحيحة السليمة هي التي تؤثر بارتباطنا به صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي تنعكس منتجاتها الصحيحة والسليمة على مناحي حياتنا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ذلك الشخص العظيم الذي لا يوجد ولن يوجد على وجه الأرض، وجه المعمورة، مثيل له على الإطلاق. ليس له مثيل صلى الله عليه وآله وسلم، لا في من سبقه من الأنبياء ولا لمن يأتي من بعده من الأولياء. فهو القمة في الكمال، وهو الذي خاطبه الله عز وجل: لولاك ما خلقت الأفلاك. وفي مضمون حديث أنه لما سئل عن أفضليته عن الأنبياء السابقين
قال صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه؟ آمنت بالله قبله، يعني في تلك العوالم التي تسبق هذه النشأة الدنيوية وهذه النشأة الظاهرية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الأشباح الخمسة الأربعة آمنت بالله سبحانه وتعالى قبل أن يؤمن به أي موحد. هذا مضمون جملة من الروايات. إذن لابد أن نصحح علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال فهمنا للدور الذي قام به صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه هو السبب في مد حياتنا المعنوية، هو السبب في إنقاذنا. لولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكانت حياتنا غير هذه الحياة، ولكان وجودنا غير هذا الوجود. فبسبب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغيرت شكل حياتنا. النبي هو السبب وهو العامل في إنقاذنا من تلك الحياة المتردية، من ذلك الواقع المتخلف، من تلك الحياة الظالمة. هو الذي أخرج أولئك الناس من الانحطاط والتخلف، ومن حياة البداوة، ومن حياة الجهل وحياة الظلم، إلى حياة العلم وحياة التقوى وحياة الإيمان. وهذه هي الحياة الحقيقية للإنسان. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ذلك المشروع المنقذ، وينبغي أن تكون علاقتنا به صلى الله عليه وآله وسلم كعلاقة بمشروع إنقاذ. كيف الإنسان يتمسك بالمشروع الذي ينقذه والذي يخرجه من الظلمات ويخرجه من التردي والتخلف ويبقى متمسكا به؟ النبي هو ذلك المشروع الذي جاء لينقذ البشرية، فليبقى تعلقنا به تعلقا بالمشروع. ولا ينبغي أن نغفل ما له علينا من حقوق. هذه مسألة مهمة جدا، وهذا ما أريد أن أتحدث به في ضمن هذه الدقائق المعدودة عن بعض الحقوق التي له صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. لأننا لما ندرك هذه الحقوق التي له صلى الله عليه وآله وسلم بعضها قطعا، ونتفاعل مع هذه الحقوق ونتعاطى مع هذه الحقوق، وكما قلت سوف تنعكس إيجابيا على مناحي حياتنا كلها. فله حقوق علينا لأنه هو السبب في وجودنا المعنوي، وهو السبب في مدنا بالحياة الروحية والمعنوية، والتي هي رديف والتي هي عدل للحياة المادية والحياة الجسدية. فله صلى الله عليه وآله وسلم علينا حقوق، لا بد لنا من أداء هذه الحقوق، كما هو واجب علينا أن نؤدي الحقوق لمن يطالبنا بها. من له حقوق علينا؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم له حقوق كثيرة علينا. الحق الأول وكما نطق به القرآن الكريم تعزيره صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى تعزيره هو تعظيمه واحترامه. هذا الحق نطق به القرآن الكريم في الآية المباركة من سورة الأحزاب حينما تحدث عن الذين آمنوا معه، قال وعزروه. تعزير بمعنى ماذا؟ تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره واحترامه. هذا التوقير وهذا الاحترام لا يختص به حال حياته، لا يعني أن تعزير النبي وتعظيمه وتوقيره هو مختص بحال حياته، بل هذا التعظيم وهذا الاحترام يتأكد في الحالين، حال حياته وحال مماته، لأنه لا تختلف
حالة موته عن حالة حياته. ولذلك هذا التعزير والتعظيم يأخذ ألوانا وأشكالا مختلفة. زيارته صلى الله عليه وآله وسلم والالتزام بزيارته من قرب أو من بعد هو لون من ألوان الاحترام والتعظيم. ولذلك نجد في أعمال الأسبوع أول بداية الأسبوع زيارة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان المؤمن ينبغي أن يواظب على زيارته من قرب أو من بعد، فإن هذا يعكس احترامه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتقديره له، ومن ناحية أخرى أداء لبعض حقوقه على الأمة. أما إذا كانت تمر بنا الأيام وتمر بنا الليالي وتمر بنا الأشهر ولا نزوره صلى الله عليه وآله وسلم لا من قرب ولا من بعد، فإن هذا يعكس جفاء له صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الجفاء هو انتقاص من حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم على كل مسلم وعلى الأمة الإسلامية. وليس الزيارة فقط عندما يذهب الإنسان للعمرة، بل ينبغي أن يقصده خاصة لزيارته. هذه مسألة لابد أن نلتفت إليها. ربما البعض يزوره لأنه قاصد للعمرة وفي الضمن، شيء جيد، لكن ما أجمله وأعظمه وأداه لحقه صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقصد الإنسان زيارة النبي خاصة ويشد الرحال له صلى الله عليه وآله وسلم معتنيا لزيارته. هذا لون من ألوان التعظيم والاحترام المطلوب والمرغوب والمؤكد عليه. كما أنه أيضا أيها الأخوة من ألوان التعظيم والاحترام أن نحافظ على هذه القدسية لصورته صلى الله عليه وآله وسلم في نفوس الأمم وفي نفوس الناس، أن لا نقبل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أي لون من التشويه في مروياتنا في كتبنا في تاريخنا. من يقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من المرويات التاريخية التي تمس بشأن شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن أن نقول أن هذا يحترم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من يقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله بعض المرويات التي تحط من مكانته وتحط من شأنه، لا يمكن أن يكون هذا القبول لهذه المرويات يعكس احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم أو يحترم أو يعكس تعظيما. تعظيمنا له احترامنا له يعني رفضنا لكل أشكال الحط أو التشويه من شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم، أن لا نقبل على أنفسنا كمسلمين ولو كانت هذه المرويات موجودة في مصادرنا كمسلمين. احترامنا له صلى الله عليه وآله وسلم، تعظيمنا له يقتضي علينا رفض كل تلك المرويات التي تحاول أن تسيء إلى شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم وإلى مقامه، فإن هذا من التعظيم والاحترام وهو حق من حقوقه على الأمة وعلى كل مسلم. الدفاع عن شخصيته، نحن مطالبون أن ندافع عن شخصية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمام كل تلك الحملات، الحملات في القديم والحملات في الجديد ضد شخصية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحملات التي الغرض منها والهدف منها هو المنع من امتداد شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم في نفوس الناس وفي نفوس المجتمعات والشعوب. هذه الحملات التشويهية التي لا تقف ولن تقف ويساء إليه صلى الله عليه وآله وسلم، واجبنا
من منطلق الاحترام له صلى الله عليه وآله وسلم أن ندافع عن شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم. الدفاع الذي يحمل الغيرة ويحمل الحمية، كيف لو أن إنسانا أسيء إلى شخصيته أو أسيء إلى أحد ممن يهمه أمره ويعني أمره، كيف يستاء لذلك؟ أيضا بنفس تلك الحمية وبنفس تلك الحرارة ينبغي علينا أن ندافع عن شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا من مصادر وتجليات الاحترام التي ندب إليها القرآن ورغب فيها القرآن الكريم. الأمر الثاني من حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم هو إطاعته. لذلك لاحظوا أنتم كيف أن القرآن الكريم سورة براءة التي تسمى سورة براءة، وهي سورة الفاضحة، اسمها عند أهل البيت سورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين الذين حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكدت هذه السورة سورة الفاضحة المعروفة في القرآن بسورة التوبة عفواً، وهي سورة الفاضحة وليس سورة التوبة. لاحظوا، صحيح يعني أكو بعض السور تحمل أكثر من مسمى من اسم، لها مثلا اسم اسمين. هذه السورة سميت سورة الفاضحة في روايات أهل البيت لأنها فضحت المنافقين. أول صفة وأكثر صفة أكد عليها القرآن الكريم في فضح المنافقين هو تخلفهم عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السمة البارزة، الصفة البارزة لهذه الفئة من الناس وهذه الشريحة من الناس هو التخلف عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الالتزام بطاعته قطعا دليل على الإيمان به وعلى توقيره صلى الله عليه وسلم وعلى احترامه، كذلك الالتزام بطاعته. ولذلك القرآن الكريم يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أمر للمسلم أن يقف على أوامر وتوجيهات ونصائح وإرشادات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا، لا فرق في ذلك بين حياته وبين مماته. من أوجب الحقوق علينا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طاعته، بحكم كونه أب لهذه الأمة، وهذا أمر وجداني نلمسه من أنفسنا. فأنت كم ترغب في أن يكون ابنك مطيعا لكلامك، سامعا لنصائحك، وتعتبره بارا بك عندما يستمع إلى توجيهاتك وإرشاداتك ويمتثل أوامرك، تعتبره ابنا بارا مطيعا. كما أنه إذا كان رافضا للأوامر عاصيا لها غير مستمع للنصائح، يرفضه قلبك وتشمئز منه نفسك وتعتبره عاقا لأنه لم يعمل بأوامرك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كم يؤلمه عندما نكون والعياذ بالله مخالفين لأوامره وإرشاداته وتوجيهاته، وكم يسعده صلى الله عليه وآله وسلم ويفرح قلبه عندما يرى أمته واقفة على أوامره واقفة على نواهيه. جاء في الرواية الإمام الصادق صلى الله عليه يقول: ما لكم تؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصحابه الراوي يقول قالوا: يا ابن رسول الله، كيف نؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا في هذا العصر في هذا القرن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار له قرن وأزيد من ذلك، فكيف نؤذيه؟ فقال: بمعاصيكم، عندما تتمردون على ما يأتي عنه ولو بواسطة الأئمة صلاة الله وسلامه عليهم، لأن أوامرهم أوامرهم نواهيهم نواهيه صلى الله عليه وسلم. فقال: أوما تقرأ قوله تعالى، بعد ما سأل الراوي أنه شلون يعني نؤذيه بمعاصينا،
قال ما تقرأ قوله تعالى قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترفع إليه صحائف أعمالنا، فإذا رأى فيها الأعمال الصالحة لأمته فرح واستبشر بذلك ودخل عليه الفرح، كما إذا رأى أن أعمال أمته على العكس مليئة بالمعاصي والذنوب ساءه ذلك وتأذى. فمن حق من حقوقه، كما أن للأب على أبنائه هذا الحق ويأنس ويفرح ويعتمرهم بارين بطاعته إذا عملوا بأوامره وتوجيهاته وإرشاداته، وعلى العكس يراهم عاقين عندما يتخلفوا عن أوامره ونصائحه وإرشاداته، كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه الأبوي الأب المعنوي والروحي لهذه الأمة، أنا وأنت يا علي أبوان لهذه الأمة. الحق الثالث من حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم هو حق اتخاذه أسوة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه جملة خبرية ولكن لا يراد منها محض الإخبار، ولكم في رسول الله، القرآن قاعد يخبر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج للإنسان أن يتق، لكن مو محض الإخبار، هذا إخبار يراد به ماذا؟ الأمر، ويراد به الإنشاء. مثل ما الآن إنسان يجي يسأل العالم يقول شخص كذا كذا، يقول يعيد صلاته، الصلاة جملة خبرية ولكن يريد منها الأمر، يعني لازم يعيد ماذا؟ صلاته، واجب عليه إعادة صلاته. هذا النحو، هذا الأسلوب، هذا النمط مستعمل كثيرا في القرآن وفي روايات أهل البيت، جملة خبرية ولكن هذه الجملة الخبرية يراد منها الإنشاء والإلزام، ويراد منها بعث الناس نحو القضية التي يخبر عنها القرآن. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، القرآن ما يريد مجرد يخبر أو يريد مجرد يحكي عن هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول اتخذوه لكم ماذا؟ أسوة حسنة. لما نريد نترجم هذه الجملة المباركة الشريفة يعني عليكم أن تتخذوه أسوة، عليكم أن تتخذوه، لازم تتخذ ماذا؟ أسوة. افترض أن هذه الآية نزلت في معركة المسلمين أصيبوا بحالة من الضعف وحالة من التقهقر، وكادوا ماذا؟ أن يتسللوا من الحرب، ولكن النبي كان ثابتا صابرا وكان واقفا في موقفه، لم تحركه كل هذه القوة. النبي صلى الله عليه وسلم الآية تقول لكم في رسول الله الصبر والتأسي به أسوة حسنة، لكن هذا لا يعني اختصاص ذلك بخصوص هذه الحالة، لأن المورد كما يقول الفقهاء لا يخصص الوارد. افترض أن هذه الآية نزلت في هذا المورد، لكن لا يعني اختصاص أسوته صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة. نحن كمسلمين نعيش حالة ليس كمسلمين فقط، بل الإنسانية، الإنسانية بشكل عام تمر بحالة من التدني الأخلاقي، نعيش أزمة أخلاقية، أزمة أخلاقية مفرطة، أزمة أخلاقية على المستويات المتعددة، نعيش أزمة أخلاقية على مسارات حياتنا المختلفة، على المسار الفردي، على المسار الاجتماعي، على المسارات الأخرى، كلها نعيش ماذا؟ أزمة أخلاقية. سبب أزمة الدنيا كلها هي الأزمة الأخلاقية. نحن عندما نطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناحية العملية أسوة حسنة لنا، نموذجا لنا نقتدي به، قطعا هذه الأزمة الأخلاقية العاصفة بالناس، العاصفة بالمجتمعات، العاصفة بالبشرية، واحد من عواملها لحلها، واحد من العوامل لحلها هو تحويل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسوة عملية. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس تاريخ وانطوى، إنما هو قدوة،
الله جعله قدوة حياً وميتاً. فلذلك لا بد أن نرجع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ملزم بها الإنسان المسلم. البعض منا ربما الأجيال الآن جاية تبتعد، لا تعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعرف شيئا عن تاريخه، وإذا عرفت إلمامات بسيطة عن تاريخه، في حين أننا معنيين بأن نقرأ هذه الصفحات. أنت ما تقرأ تاريخ مجرد تاريخ، أنت لما تقرأ تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ تنوع ثقافي معرفي، تقف على الجانب الفقهي، تقف على الجانب الأخلاقي، تقف على بعد عقائدي، تقف على جانب تفسيري لآيات الله. فقراءة سيرته صلى الله عليه وآله وسلم هو تنوع معرفي وثقافي وفكري يتحصل عليه الإنسان. فمن الضروري أن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحكي عن أحوال بعض علمائنا أنه يقرأ كتاب منتهى الآمال للشيخ عباس القمي، وهذا كتاب مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أهل البيت، يقرأه في السنة مرة، لازم يقرأ في السنة مرة مرتين طوال حياته، متعهد بأن يقرأ. ليش؟ يقول لأنه أنا لما أقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقف على جوانبها المشرقة ارتبطت أكثر برسول الله، مثل ما مطلوب مني أن أقرأ القرآن. هكذا المنقول عنه رحمه الله، كما أنه مطلوب مني أقرأ القرآن، يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأها بشكل ماذا؟ مستمر. يعني مو يقرأها وتنتهي، يقرأها بشكل ماذا؟ مستمر. لما احنا نرتبط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه سوف ينعكس على نواحي حياتنا. أما نبتعد عن حياة رسول الله وعن سيرته، فهذا يمثل أيضا جفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ورد التأكيد في استحباب عندما يذهب الإنسان إلى زيارة المدينة في الرواية عن الإمام الصادق أن يتلمس آثار ومواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الآثار، هذه المواضع، هذه الأماكن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفها، عليه أن يذهب لزيارتها، لأنه يقرأ تاريخ عملي، يقف على تاريخ عملي، يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاستحضار لرسول الله له آثار، منشأ لكثير من الخير والبركة. فقراءة سيرته، قراءة تاريخ خير وبركة، كما أننا لما نقرأ القرآن في ذلك خير وبركة ومردود، كذلك لما نقرأ سيرته. البعض مع الأسف يستعد أن يقرأ عن مشاهير الدنيا، يقرأ كتب عن مشاهير الدنيا، وهذا ما في مانع أن تقرأ عن مشاهير الدنيا ومشاهير العالم، ويقرأ لأرسلان ويقرأ لغيره، ما في مانع. لكن الأولى بالمسلم كما يقرأ عن مشاهير الدنيا أن يقرأ عن نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ عن تاريخ نبيه، أن يرتبط بهذا التاريخ، يتواصل بهذا التاريخ. الحق الرابع من حقوقه صلى الله عليه وسلم هو السعي لتوحيد هذه الأمة، وهذا أمرهم جدا. يعني اليوم نحن مع الأسف هناك ثقافة تفريق، كثير من الفضائيات التي همها أن تفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تسعى إلى إشعال هذه الحالة وإذكار حالة الفرقة بين المسلمين. مادتها مادة التفريق، ليس فقط عند السنة، عند الشيعة وعند السنة هناك فضائيات هذا همها تفريق المسلمين. من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كأمته كأتباعه أن نسعى إلى توحيد أمته، أن نطرح ما يوحد بين أفراد الأمة، وما يفرق بين الأمة لا ينبغي أن يطرح طرحا عاما يفرقا بين المسلمين. من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن نتوحد، لذلك
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ألفينكم يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي في وصيته يقول لا تكون أنه بعد وفاتي أنتم تتناحرون وتتقاتلون، وصيته صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة مع الأسف هذا عق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا نعمل بوصايا بل نعمل على العكس. هذه الأصوات النشاز التي تتعدد وترتفع وغرضها هو إذكار روح التفرقة، نشر ثقافة التفرقة. هذه يعني أدت حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت على أداء حقوقه، أو أنها بالعكس هذه جفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت على خلاف توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف نصائحه وإرشاداته وأوامره صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نكون أمة وفية تنتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشكل الصحيح، هو علينا أن نلتزم بوصاياه صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاداته. رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم 28 من صفر ودعت الدنيا ودع التاريخ أعظم شخصية طويت من عالم الدنيا الظاهري، أعظم صفحة شهدها التاريخ بركة وإيثارا وعملا وعدالة هو صفحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن رجع المسلمون أو بعد أن دفن المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة في رواية لأنس وفي بعضها قالت لبعض المسلمين كيف طاب لكم أن تدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منبع الخير، منبع البركة، منبع الفضل، مشروع الإنقاذ الذي أنقذنا. ولذلك تقول فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه في خطبتها الشريفة حيث قالت صلوات الله وسلامه عليها كنتم أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو هذا المشروع. أقول عودا على بذل يكون علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علاقة قائمة على أننا مدينون له صلى الله عليه وآله وسلم في حياتنا المعنوية، في وجودنا المعنوي أن نؤدي بعض هذه الحقوق التي له علينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا سوف نشهد بركة ذلك وآثاره على مناحي حياتنا. وأن لا نتصور أن حياتنا به، علاقتنا به هي محدودة بحياته الظاهرية صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.